هذا في الليمت ليه انتهى اللقاء الذي جمع حسنية أكادير بضيفه أولمبيك أسفي. البداية كانت لفائدة العناصر السوسية التي تمكنت من تهديد مرمى الحارس مارويك أكثر من مرة لتبشر الدقيقة 17 عن هدف سجله عبد العالي شجيع مهديا بذلك التقدم لأصحاب الأرض. لاعبو القرش المسفيوي لم يستسيغوا النتيجة وحاولوا الرد عن طريق كل من بالخضر وحمد الله، غير أن محاولتهما لم تكلل بالنجاح لينتهي الشوط الأول بتقدم المحليين. وخلال الشوط الثاني حاولت عناصر أولمبيك أسفي السيطرة على أجواء اللعب بشنهم لعملية هجومية مكثفة. رفيق عبد الصمد يسدد وحارس الحسنية في التصدي. عزيمة المسفيويين استمرت وبالفعل تأتي الدقيقة 85 لتعلن عن هدف التعادل سجله عمر البحراوي. باقي دقائق المواجهة لم تأتي بأي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل هدف لكل فريق ونقطة واحدة إضافية قد لا ترحمهم من مخالب أسفل الترتيب.